وتفيد بيه. ايه يا ندم. والله انت بتعرف انت كتير قوي باللف والدوران. لفت سيجارتك بتخلي راسي يلف. اوف 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 اوف. حاطي اشاره انت وعم تلف. يابا ايه خيي يابا كثير طالع صيت علينا انه بحششوا انه كثير مساطيل. لك في كم واحد نازعين الهيئه كلها يعني هول ما خرجوا ابدا. هذيك اليوم كنت ماشي بالسياره انا ما خبرتك. ايه شو؟ لقيت واحد على الطريق حد هيك قاعد على الطريق على الارض وحاطط سيجاره بتمه. شو عم بيشرب له خيي؟ مش حشيش. ايه شو عامل؟ قال شو؟ قال انه هو عم بيقدف. قال انه هو بالمي وعم بيقدف قاعد بالدنجه وعالم بتضحك عليه يقول لك الحشيش لك الخالص. يا لطيف شو عملت انت معه؟ طلعت فيه هيك قد ما فقسني. قلت له ليك وليه؟ بس لو بعرف اصبح كنت نزلت فرجيتك يمكن. بدنا نروح نبارك له لخليل. خليل؟ ليه؟ ولدت مرته جاي صبي. اجي صبي؟ بعد طول انتظار؟ ايه مبهوجين فيه قد الدنيا. خي 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 خمس بنات طج الصبي. شو سميه؟ سميه بابا على اسم بيو. اخ براميت. يا بابا شو يا خي؟ سيرة الخلفة عم بقرا هذيك اليوم شغله انه بالصين كثير متقدمين علينا. متقدمين على العالم كله. بشو بكيف يا زلمه؟ كل دقيقه بخلفوا ولد. كل دقيقه. ايه وين عنا؟ كل 9 اشهر ليجي ولد. قويه قويه قويه. عم تخليني ارجع. اهم شيء قعدتنا مثل ما نحن خي. بس انه منقوم انا خوفي انه نقطع من الحشيبس. اي حشيبس جاي بزياده لانه الليله صار طويله. اكيد ما هذا اللي عامل انا حسابه ولا وشو. وين؟ تفي طلع عليك وانا انه ناطحة سحاب. ابونا انا مسطل من الريحه. نعم بس سؤال. بس هول؟ شو بدك اكثر من هول؟ في غيرهم؟ هول يا اخي شو اذا قطعنا بنرجع بنجيب. وبتفيد بيه.